أخبار اليوم. نرحب بالمهندس عبد الحميد عامر، مؤسس مبادرة تصدر وعضو الشعب العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية لأخبار اليوم. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. حكوا إذا شلت مبادرة مؤخرا لدعم التصدير بعنوان تصدر، وكان تم الإجراء الاستعدادات ليها وتشكيل هيئة مكتب، وشفنا وسائل الإعلام والميديا اللي بتتكلم عن إن هيبقى فيها إن شاء الله كان قانوني رسمي. كنت حابين نعرف هل ظهر النور أم لسه؟ هو الحقيقة يعني إحنا طبعا عملنا الاجتماع الأول التأسيسي وكان المؤسسين موجودين فيه، وإحنا كنا المفروض بندشن المبادرة الأسبوع الماضي، ولكن إحنا فضلنا إحنا ننتظر لحد ما نبدأ بالكيان القانوني، وإحنا بدأنا الحمد لله بالكيان القانوني من بعد الاجتماع مباشرة، وخلال أسبوع بإذن الله سوف يتم الكيان القانوني، وبعد كده نبدأ في التدشين إن شاء الله قريبا. طب الأهداف للمبادرة حاجة بكلفة عن المبادرة، أنتوا عندكم كذا ممثلين، المجلس التصدير مجلس التصديرية موجودة، بتدعم الصادرات عند حضرتك، شغل مصدرين في اتحاد الغرف التجارية، إيه اللي هتضيفه جديد المبادرة بتاعة تصدر لحاجة التدشين الأخرى؟ اللي بتضيفه جديد إن إحنا المبادرة دي مبادرة تطوعية. فكون إن هي تطوعية فحصل إقبال كبير جدا من كل الفئات دي، سواء زي ما قلت من الشعب، من الغرف، من المجالس التصديرية، من جمعية رجال الأعمال، من شتى المجالات بما فيهم أساتذة الجامعة، شركات خاصة، شركات عامة. فدي إدت زخم إن المبادرة هتبقى مبادرة شاملة لكل الناس دي، وتبقى بالنسبة لهم يعني كيان يقدر منه تنطلق لذات الصادرات. مبادرة صدر كان أول تفاعل كنت عملتوه على أرض الواقع كرسمي، وشاركتكم في معرض كان مقام لدعم الصادرات في بولندا، وكان في حوالي تقريبا 40 دولة تشارك فيها، 45 دولة على ما أعتقد. كنا حابين نعرف المبادرة أثمرت عن إيه لقاءات هناك؟ هو المشاركين كانت 44 دولة، وكان المفروض مصر مشتركة بوزير التجارة والصناعة، ولكن الظروف ما سافرش، فإحنا مثلنا مصر بعضو من المبادرة، مبادرة تصدر، وأنا كنت ممثله، وعضو من جمعية الأعمال المصرية، ودي كان ممثلها الأستاذ حسن الشافعي. ودي صراحة عملنا مقابلات وقابلنا مستوردين، ولقينا في فرص تصديرية بعيدة لهولندا، وعلى أسف كده احنا قررنا ان احنا نعمل وفد تجاري لهولندا بعد رمضان ان شاء الله. هتسافر وفد من هنا من مصر؟ الوفد من مصر مكونة من جميع المجالات، غالبا ناخد من كل مجال اثنين رجال اعمال، وحبذ ان واحد بيكون من رجال الاعمال الكبار وواحد من الشباب او المبتدئين، عشان يبقى في معادله وكل واحد ياخذ فرصته. طيب مدى اهميه السوق البراند بالنسبه للصادرات المصريه، ايه احتياجاتهم من المنتجات المصريه، وهل في عوائق ان احنا كصادرات او تصدير منتجات مصريه لبولندا بشكل خاص مثلا او الاتحاد الاوروبي بشكل عام؟ والله انا بالرغم ان بصدر لاوروبا من 20 سنه، لكن انا حسيت بمفاجاه ان بولندا دوله واعده للصادرات المصريه، ومحتاجه تقريبا حاجات كتيره، وعلى راسها الحصاد الزراعيه، وخاصه في فصل الشتاء. بولندا عندها 6 شهور ما فيش زراعه، ما فيش انتاج حصاد زراعيه، فدي فرصه لمصر انها تدخل السوق بقوه، ومصر ما كانتش دخلتها قبل كده، لكن كان السوق ده اصلا اغلبه تركي ويوناني وايراني ودول في افريقيا زي جنوب افريقيا وامريكا الجنوبيه، لكن لقيت فرصه واعده بالنسبه لنا كحصاد زراعي. فرصه واعده بالنسبه برضه للمنسوجات واللبس الداخليه والمفروشات، فرصه ثانيه للموبيليا، فرصه ثانيه لمواد البناء، عشان بولندا بدات تنطلق فمحتاجة مواد بناء كتير جدا ليها يعني. فبالتالي ان احنا
لقينا فرص تصدير كويسه، وده السبب اللي احنا نفكر ان احنا الوفد هيطلع بعد العيد عشان تحقيق الواقع للصادرات المصريه وسوق هولندا واعد بيقول ان هم 40 مليون. ال 40 مليون تخيل 40 مليون محتاجين في الشتاء حصاد زراعي بالكامل، مفروشات، حاجات كتيره، فدي هتبقى فرصه كويسه للصادرات المصريه. والسوق واعد ليست لهولندا فقط ولكن لبلاد المجاوره اللي هي متاثره بهولندا زي المجر والتشيك. طيب حضرتك احنا بنتكلم عن الصادرات، لو اتكلمنا الفتره اللي فاتت مؤخرا الصادرات والسياحه تراجع بشكل كبير جدا. السياحه معروف اسبابها سقوط الرئيسيه والازمات الجوية في قطاع السياحه بشكل عام. طب الصادرات بما تكسر تراجعها مؤخرا رغم دعم الحكومه الكامل ليها الفتره اللي فاتت ودعم الصناعه المصريه بشكل كبير جدا، الا ان بنواجه تراجع في الصادرات المصريه المؤثر على العمله الاجنبيه والدولار عندنا في مصر. ايه سبب التراجع؟ دي حقيقه. هو سبب التراجع انا في نظري وتجربتي رقم واحد النقل. احنا بلد فقيره في النقل سواء بري او بحري او جوي يعني. فده ليه تاثير واضح على الصادرات. السبب الثاني ان برضو الاسواق بتاعتنا التقليديه بدات تتشبع بالدول الاخرى. فلازم نشوف اسواق جديده. لما بنسال الناس اسواق جديده عشان تزود الصادرات يبقى النقل والاستمرار في الاسواق التقليديه والثالث ان في عدم تسويق فلا بد ان احنا نكون بالتسويق وده بالتالي هيبقى فرصه كويسه. طيب هل الحكومه مقصره في دعم الصادرات او تنميه الصادرات او فتح اسواق جديده للصادرات المصريه ام المنتج نفسه لا يرقى للتصدير؟ المنتج المصري في بعض الصناعات او بعض السلع الغذائيه لا يرقى للتصدير، حضرتك شايف المشكله فين؟ نبدا من الاخر. المنتجات المصريه كويسه جدا وعالية جدا، لكن لابد الاعتناء بالجوده ولابد الاعتناء على التعبئه والتغليف. التعبئه والتغليف نص الجوده، فبالتالي ان احنا محتاجين دول ودول عندنا في مصر يعني متواضعين. نبدا بعد هو التعبئه والتغليف وكده ندخل في النقل اللي احنا ذكرناه ان النقل مهم في الصادرات واحنا ما عندناش ستور نقل ولا بري ولا بحري ولا مفيش نقل واحنا بنعتمد على الشركات الاجنبيه اللي هي بتاخد فلوس النقل وساعات بتوصل النقل تكلفته نص تكلفه البضاعه. قد قيمه ثمن البضاعه نفسها. بالظبط. بالظبط ولازم يكون جوده عاليه، لكن زي ما قلت انت لازم تكون جوده عاليه. هي جوده عاليه بس دايما بنقول لو لبست الفرصه تبقى عروسه. صح. اهم حاجه تكون جودتها ما فيهاش فطريات، ما فيهاش مكروه، مش ضربه معفنه، مش عارف، طالما سليمه خلاص تلبسها اللبس الشيك بتاعها كويس. طيب حضرتك احنا دلوقتي تملي بنتكلم على سؤال جديد. في توجه دلوقتي من الدوله بشكل عام اتجاه السوق الافريقي، التوسع في الصادرات بشكل عام، الاستثمار في قطاع المقاولات، قطاع الانشاءات، كل ما يتعلق بالصادرات وتمهيد التعاون مع المجال الافريقي. دور الصادرات، ايه الحاجات اللي مطلوبه السوق الافريقي؟ ليه ما فكرتوش تدرسوا السوق الافريقي واحتياجاته؟ ولا هل درستوا فعلا وعارفين احنا طبعا السوق؟ دارسين وناس كتير درساه، لكن العائق وجبت فيها زي الكوميسا طبعا وده ليه اكثر من 10 سنوات يعني. يعني سوق افريقيا مفتوح لينا اكثر من 10 سنوات ولو لم لا اكثر من 10 ولكن لم نستطع استغلاله وده بسبب النقل. ليه عندنا الكوميسا وحاجات كثيره جدا تجمع سداد في افريقيا سهل لنا الحكومه مديها دعم نص ثمن المغلول فطبعا كل ده يساعد على طب النقل يا فندم في السوق الافريقي مع دلوقتي في ثلاث فئات كده تمام شغالين عليه دلوقتي اعتقد انه خلاص اتفتح خلاص يعني او فئه ما اتفتح خلاص يعني. طب ده بالنسبه لكم ما يمثلش حافز لدعم الصادرات ده؟ طبعا اولا يمثل حافز كبير جدا في تنميه الصادرات بدون شك لازم. طيب المشروعات او الخطط
المستقبليه اللي بتعملها المبادره عند حضرتك لدعم الصادرات الفتره اللي جايه؟ هنبدا زي ما قلت لك بمشاكل النقل، هي عامل عائق كبير للصادرات. فاحنا عملنا دراسه جدوى لمنطقه ميناء بري جاف في جديد، وشركه نقل فيها سيارات ثلاجه وثلاجات كده. ده احنا اللي بنقلم، وان شاء الله في لقاء يوم الاثنين الجاي وزير النقل عايزين نعرض عليه الفكره ونطلب منه ارض اللي هي تبقى الميناء الجاف، ويعني نتمنى ان هو يوافق على سبيل الله. وهو وافق لو خدنا الوقت ده نقدر ننشا عليه شركه النقل اللي احنا اتكلمنا فيه. طب الميناء الجاف كان شايف انسب مكان يكون فين؟ يفكروا فيه. الحقيقه انسب مكان احنا شفناه لقيناه المحور الدولي الدائري الجديد، وجسر السويس، مش جسر السويس، طريق السويس. طريق السويس. ده انسب مكان للشركه على اساس تبقى هي مركز ما بين اسيا وافريقيا 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 افريقيا ومصر. ده السبب لازم يكون مهتمين بالمنطقه دي بشكل كويس. طيب حضرتك الازمه بتاعت الدولار اللي حصلت مؤخرا، هل عادت بالسلب على قطاع الصادرات ام بالايجاب؟ لا هي عادت طبعا بالسلب. اللي بيقول عادت بالايجاب ده غير صحيح. ليه؟ اولا الصادرات بطبيعتها زي ما اتكلمنا ان ما فيهاش تطوير او الف زي ما بيقولوا، ده حقيقي. فالدولار زاد، بالتالي ان احنا المصدرين يبداوا يصدروا عشان يجيبوا دولار، فاحنا بنصدر بس بنجيب دولار. لو صدرنا زي قبل كده والدولار زاد تقريبا 20%، فعلا زاد 20% كجنيه مصر، لو لكن قل 20% في العمله الصعبه اللي جايه من بره مصر، فده خساره على الدوله وعلى الصادرات. جايز كفردي ممكن نستفيد، لكن كدولة مضرورة عشان العملة الصعبة ألف عن السنين اللي فاتت. طب حضرتك بخبرة حضرتك في مجال التصدير على مدار 20 سنة زي ما حضرتك بتقول، كنا حابين نعرف إيه المنتجات أو المجالات اللي مصر ليها ميزة تنافسية في الصادرات في الخارج المطلوب بشكل كويس، اللي بتقول حتنموها واهتموا بيها يا جماعة في مصر. احنا بتوجه رسالة كده، اهتموا بقطاعات كذا في منتجات كتيرة جدا، خضر وفاكهة. لكن نتكلم عن محاصيل استراتيجيه. ايه المحاصيل الاستراتيجيه؟ البرتقال والبصل والبطيخ ويعني الثوم، بعض الحاجات الاساسيه اللي هي كون ان هي استراتيجيه اللي بتصدر بكميات كبيره جدا بالبراكب يعني. بجانب طبعا الاشياء الاخرى اللي هي منتجات اخرى زي عن طريق الطياره، العنب والبرقوق والفراوله والحاجات زي كده، لكن اهم حاجه عندنا المنتجات الاستراتيجيه اللي اتكلمت عليها.